بشكل شبه يومي يأتي الطبيب مفيد من تركيا عابرا الحدود السورية ليقدم خدماته الطبية لأهالي المخيمات والقرى الحدودية في خطوة اعتبرها واجبا محتما عليه بغية تخفيف معاناة الأهالي الذين لاقوا ما لاقوه من مرارة النزوح والفقر. المركز أنه متميز بيعطي الأدوية مجانا، كل الفحوصات كمان مجانية، فيه جهاز إيكو موجود مثلا، وبعض حالات الإسعاف فيه بغرفة الإسعاف كمان تقدم مجانا، مقياس ضغط لتحليل السكر، فهذا اللي شجعني نقدم الخدمات البسيطة لهالناس بما نخفف عنهم عناء الطريق والبعد عن بعض المشافي. يعني المخيمات العشوائية الموجودة حوالينا حقيقة لا في عندهم مواصلات ولا في وسائل نقل، فعم يلاقوا هذا المركز يعني بالنسبة لهم أنه حل كمشكلة على السريع، أنه يراجعونا ويأخذوا الخدمات المجانية المتوفرة. لم يكن الطبيب مفيد الوحيد الذي يتحمل مشقات التنقل حتى الوصول إلى المركز، فكادر مركز خير من أطباء وإداريين يأتون من شتى مناطق ريف حلب الشمالي ليقدموا خدماتهم في عيادات شاملة تتنوع باختصاصاتها بين الداخلية والعينية وطب الأطفال، بالإضافة إلى العيادات النسائية وصيدلية وقسم للإسعاف. المركز تم افتتاحه ببداية الشهر الثالث من السنة الماضية بسبب حركة النزوح الكبيرة اللي شهدها ريف حلب الشمالي والشرقي والمناطق الشرقية. طبعا المركز موقعه يتوسط عدد مخيمات عشوائية ونظامية بالإضافة إلى قرى محيطة به. يخدم المركز بشكل شهري تقريبا ما بين 2000-2200 مريض بكافة الأقسام. طبعا الخدمات عنه تقدم بالكامل مجانا بدءا من المعاينة إلى صرف الدواء. أكثر من 2000 شخص يتلقون خدمات طبية في هذا المركز شهريا وفقا للإحصائيات، ويسعى المركز لتقديم خدماته بكافة الوسائل المتاحة والتي ساهمت بتخفيف معاناة سكان المخيمات الذين اضطروا سابقا إلى قطع مئات الكيلومترات في سبيل تلقي العلاج والدواء. يأتي الخير ليخفف من وطأة المعاناة ويحد من مأساة آلاف المدنيين القادمين من المخيمات المجاورة ويقدم لهم الرعاية الطبية والخدمات الصحية بالمجان. جودي عرش، أورينت نيوز، ريف حلب الشمالي.